الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، بإيجاز بتوفيق من الله جل جلاله وعما نواله، أريد لكم حديثا رواه الترمذي وأحمد بن حنبل رضي الله عنه. يقول نبينا آمرا لنا، نبينا عليه الصلاة والسلام: أغزو أمر الإمام عليه السلام، أغزو في سبيل الله، لا تغزو كما توقعت الشام وفي العراق. الغزو الوحيد الذي يقبله الله ويبارك في أهله هو الغزو الذي سنه نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله عليهم السلام. من قاتل في سبيل الله، لا في سبيل سمعة أو مال أو جيوبوليتيك، لا، من قاتل في سبيل الله ليعلي كلمة الله ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى، هذا هو القتال في سبيل الله، هذا هو الجهاد. وابدأ بجهاد نفسك يا إنسان، أغني في سبيل الله اليوم، أجل الجهيم أشل الجهاد. مين هيك الجهاد؟ وماذا عرف عن الجهاد؟ ولا قال أنصار السنة الضابة ولا أنصار الشريعة؟ الضابة أنصار العقيدة، السعد أنصار الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الاعتبارات الصحيحة، أنصار الله، جند الله، حزب الله، لا حزب لبنان وطرف كل يحب، لا، حزب الله هو الذي ذكر الله في القرآن، لأن حزب الله هم المفلحون، هم الغالبون، وانا جندنا لهم الغالبون، جند الله هم الغالبون أبد الآبدين. اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. شوف كيف يكرمك الله، وسلعة الله غالية، سلعة الجنة ندخلها برحمة الله لا بعملنا، لكن من جملة ما يؤهلنا إلى دخول الجنة هو الجهاد في سبيله، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجهاد. أنتم اليوم السلاطين ونسائكم ورجالكم السلاطين بأحسن كفر، وليتم ترزحون تحت تهديداتهم، فنسيتم الجهاد في سبيل الله. يجب تقول لمرتك لا هذا حرام، يجب تقول لبنتك لا هذا حرام، يقول قولها ومش ماهمش مش يتبعوا أقامة الحجة. أين أنتم في إقامة الحجة؟ اليوم بيوكم خالع، هذا ماش من يوجه، فما نساء عاهرات منافقات هم اللي يوجهوا، باش ما البلاد تبرك، أرض الإسلام دي تخرب، يعني الفسق اللي ما كانش ولا موجود، والكلام الفاحش اللي ما كانش ولا هو الطاغي، والنساء كاسيات عاريات بائدات مؤيدات هم اللي يوجهوا في التيار في البلاد. احذروا، وأنا خاصة الناس اللي يدعون تعليم الإسلام، أنتم في هذا المضمار في توعية الناس وتحطوا في مخهم وهم يجيلوا ورا سراب وكانوا يلعبوا بالنار. فلما اسفونا انتقمنا منهم، ربي يقول: فلما اغضبونا اي تغضبون الله بالليل والنهار، يعني قبلتكم يساؤكم. وانا لست ضد النساء التقيات الحافظات الغيب اللي هما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس لا يكون زنا ولا يكون شلل زور ولا تكون سرقة ولا يكون. هؤلاء النسوة الآن الذي أنا أتحدث عنهم هن منا لعنة لرجال هذا العصر، لهم ليسوا رجال بل حتى أنصاف رجال لم يبلغوا ذلك النصف. لهذا احذروا، ولك طبيب أشهد أن أغلب الذين يدعون الفحولة يكذبون عليكم وعلى أنفسهم، والعنة تصاحبهم والمقت يماغس عليهم حياتهم. يعني إذا كان أنتم وصلتوا لعبتوا بالدين والمقدسات حتى وليتوا ملا في قمر نسائكم، شوفوا شجرانكم في فحولتكم. كطبيبة تكلم، ماذا جرى لكم؟ ولقاعد يجيب ويجلب الأدوية المنشطة للجنس، ماذا صنعتم بهذا التنشيط؟ زدتم معصية وزدتم مذلة وزدتم جريان وراء العاهرات، وما عايشين كيف في مبيدات الأخلاق. أغزوا في سبيل الله،
من قاتل في سبيل الله فواقة. ما قال فواقة شنو هي؟ المدة التي تفصل حلب ناقة عن حلب ثاني. وجبت له الجنة، أي حق على الله أن يدخله الجنة. ولما قام أحدكم في الصف، فقط في الصف، مجرد قط الصف خالص، ناوي البيعة لله ولرسول الله عليه السلام، وناوي إحدى الحسنين، إما النصر القريب فتح مبين وإلا الجنة. إحنا قاعدين اليوم عندنا كم قتل في غزة، وكم قتل في الشام، كلامكم فارغ، ولا في مصر كلامكم فارغ. إذا كانوا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فنحن أول الذين يفرحون بهذا العلو والهمة، لأن الله قال ماهمش ميتين، بل أحيانا عند ربهم يرزقون، يستبشرون بنا وينتظرون قدومنا. هذا هو الدين، لا نخشى الموت، نحن نفتش عنه في سبيل الله، تهب لنا الحياة الأبدية، لأن الآخرة هي الحيوان. يقول ربنا الحياة اللي انتم فيها الدنس والغيبوبة ومحاربة ربي بكل صروف الخمور وصروف القمار وصروف المخدرات كذا، يعني وصروف الإجرام بكل أنواعه. أحدثكم عن الناس عن الروح من علياء القوم وعندهم المال وهم في بالهم يمنون على الرحمن، بل الله يمن علينا جميعا. وستنفقون تلك الأموال ثم تكون عليكم حسرة بحول الله تعالى. ونحن على القرآن نشهد عليكم قطع رقبتكم لتكون أنتم ورأسكم وجفتكم في جهنم وبئس المصير. ولا مقام أحدكم في الصف خير من صلاة 60 سنة. كان كله ملازم المسجد يشغلوني لا نشغلوا اللي يمشوا للمسجد، سواء كان في رمضان وفي رمضان في كل الأوقات، وهم يبتغون رضا الرحمن. هؤلاء مثلنا، ونشهد لهم كما نشهد لأنفسنا. والسلام على من اتبع الهدى.